ناديتها ناديا قومي استوي راسك باش تشيح. خايف علي لا نتيح من الكرسي خفتش عليه من العمال اللي تعمل فيهم ما هبيت لي الدار بالمناشير عليه شعملت لك كان انت تحب تدخل حبس حاجة تخصك انا في الجيب ما تخافش ما عملت حتى شيء يخوف ما عملت حتى حاجة بالقانون باقي تقولي قانون بل وشرب ماه قانون في الكتب مش في الدنيا ما عندهم ما يعملون شوي عليك بيتين في الداخلية هذا كلمة دفنونيش بالحياء ولا مرة ولا ما نسمع سامع يكلموا بابا هذي كان يسمع فاروق لنا بيته في الداخلية ناري لما يشطب عليه بشتيلو الأحمر شو كتقول لي فاروق تو اللي تعملت له قيمة وقدر سي فاروق متاعك منش اللي قصد تكره سمحني يا نسبب سمحني أختي أنا هي اللي جبتك لهوني الحزية كسر لي راسي الزنزانة هذا زيادة النظر راسك وجعك للا مازال شو عندك ريت مو بتحب تناظر هي ناظر عاد شبيها وخالتي خدمت لوتي الخدمة كي خدم الكل قالك بلاصة مسخة مش نتاع نساء محترمة اللي تحب تصون روحها كيما تخدم في الجامعة كيما تخدم في الوتيل كيف كيف راه قتلوا يا من نساء طب ومهندسين ومحاسبين يخدموا في الوتلة قال لي هذوك مشاهدهم تدافع عليهم والناس تغزلهم بالعين الكبيرة مالا على حساب هذية أنا في بلادكم ما نصلحش بصوردي مش كيف أنت برانية جاي البلاد تلقت في خبزة وزيد ما زلت صبية مش على ذمة راجل همينة هنا دماري وحده مربي زيني كان واحد يتبع كلام الناس طيب يحصل روحه بين اربع حيوط وما يسلمش راه باللي حرق راجلي الناس الكل عاملوني صنعتهم العينين الكل تعس هاي سلمى خرجت هاي سلمى حمرت هاي سلمى لبست هاي سلمى عرات هاي سلمى حرقست يا قلبي الله يسامح من كان السبب عايشك قلي وراجلك من وقت اللي غبر ما تعرف عليه حتى شيء تو عنده أكثر من 9 سنين خبر لي اللي حرق معاهم الكل ظهره إلا هو لا نعرف عليه لا حي لا ميت لا في الحبس لا في إيطاليا لا في فرنسا خليني عمري 27 سنة وصبري 8 سنين وقتها مبرد قلبك وخيتي علولة قلبت عليه الدنيا على خاطر ولده لا خليت قنصليات لا خليت سبيطارات لا خليت حبوسات أنت بعد فديت ليه حتى أنت مكشة شوية برا قدم به نازلة تاو الحاكم في شهر يطلقك مش نعمل به الطلق خليني هكا خير إيه أنا تاو عارفي شو نقوله نقوله لا يمشي دبر حد آخر على روحه نجوى أعطيني في يدي اليوم طولي لي نرجع دار خويا وزيد نقرق به خطوة نعطيك الصحيح ربي سهل وخيتي وأنا قعدت ماشي جاياك القجر على خاطري نجوى إزاي نساعد إن شاء الله ندخلك عروسة عروسة قالوا شديك وجابت قالوا رخص الكريم يا ربي يا ربي يهدي ويقول اي سلمى ياخي ما تقوليش بها صاحبتك خارجه تحكي وحدها حكايه بيني وبينها حكيت شنو ماما حكايه كيف عمري يا غلبتك يا سلمى وليت تخبي عليا ما عندي ما نخبي عليك تو اذا صحت نحكي لك صب القهوه صب حتى انا اني جبت لك عبيد غرايبه قل عندك حرق صحابه الويه حبك تعمل لي سويبة شاكر شهي إن شاء الله ذكر حد الباس ما شي حد شي يخرس يشكر متاعك ما قل لي انتي شنية اللي بينك وبينها الطفلة توين أنا أحكي لك مش لازم وما عنديش حلقوس قوم برش القاوتك في دارك و؟ والله أنا سيسليم هذا دار فيه مش درعنا خطر يا تونس خرج أحكي البر أختي السار للكونغري البطلين الجمعة اللي فات مسي وخاين أروح ولا ما زال يجلس أروح البارح تفضل صباح الخير البنات تفضل وقت نجمش نعرف علاش بتونا
وخرجتونا هكاكا في الليل، شنو تهمة؟ يظهر لي انت تعرف. انا قاري قانون ونعرف القانون منيح، واللي عملتوه يسمى تعدي على حرمة الناس وما عنده حتى وجه قانون. تقول انت احنا كنا طالبين باش نوليو مطلوبين. مازال اقعدوا خلينا نحكيوا شوية. تشربوا قهوة؟ انا حسب رايي حسب اللي نعرف حاجتكم بيا انا، واختي ما عندها حتى دخل، اذا تعمل مزايا خليها تروح، نقعد نحكي معاكم حتى الغدو. ولا كي تبدا تحكي هكايا انا طمني، هذا دليل على انك انسانه مسؤوله وتعطي قدر للعائله. تخاف على اختك وتخاف على روحك زيد. انا كي شفت الدوسي متاعك في الحقيقه استغربت، قلت بنايا الناس ماهيش متاع الشيء هذايا. اليوم في الصباح انا والمعتمد في التليفون اكد لي لعائلتكم ناس نضاف، والوالد متاعك راجل ناس ملاح وطيب ومحسوب متاعنا. الوالد متاعي محترم، هذيك حاجه ما نشكش فيها، اما متاعكم ما فهمتيش. شوف عايش بنتي، احنا نفهموا اللي في عمركم تنجموا تندفعوا وراء طيارات معينه ويولي ما يعجبكم حتى شيء في البلاد، وتتصوروا روحكم اللي قادرين باش تقوموا بثوره وتبدلوا الدنيا والكلام هذاك الكل. انا راني نعرف شكون اللي قاعد يؤثر فيك وشكون اللي قاعد يعبي لك في راسك. انا حبيت ننصحك برك، لازمك تفهم حاجه، اللي انت محسوب في عمر بنتي واللي ما نرضاش لاولادي ما نرضاش لاولاد تونس الكل. السنين اللي ماشي فيها راهي ما عندها متوصل، في احسن الحالات تهز للقبر بالموت ولا بالاحياء. انا ننصحك لها بقرايتك عام ولا عامين وتحل الكابينيت تاعك وتولي محاميه محترمه. علاش تقص على روحك في الثنيه هذيا وعلى بكري؟ اسمع، اخترت من تعزك اني انا ننبه عليك، فهمتني؟ انت زاد ما على شيء اكبر من جرمك. خاص انت بنيه تبارك على روحك، واذا كانك مغرومه بالنشاط تاع الجمعيات، او عندي ما يقارب 10,000 جمعيه في البلاد تنشط وحتى حد ما قلقها. هز اختك وبرا امشي روح، وما عادش نحب نشوفك لهنا، واني باش نعمل روحي لا شفتك ولا سمعت بيك. يعيشك، بارك الله فيك. باقي ما فهمت السي فتحي، كي صيبت علاش نجيبو فيها من اصلا؟ انا قلت خليه نجح، يا ترجع للثنيه يا تشب الخلاف، وقتها نلقى لها الدخله القانونيه كما تحب هي. انا وقت اللي شفت عرفها يتكلم في الصحافه البرة فقت اللي هي ما عندها حتى وزن، انا راني حاجتي به هو. وهي لو كانت تولي تخدم معانا وتولي تجيب لنا اخبار والكل بالمسبق. شنو باش تخدمها معانا معناها؟ شفت كيما تعرفش تميز النوع نتاعها، هي قد ما تنزل عليه يزيد يكبش. قل لي شكون عندنا من بلادها يخدم معنا؟ عماد. عماد؟ انا هو عماد. عماد من سالم تاعنا. وهو مش معروف عليه اللي يخدم معنا؟ لا، الناس تعرفوا اللي هو يخدم في واحده من شركات التاسي العربي. ما انا تمشي للجماعه يعملوا له ليسونس دو دروا وتشوفوا فانا بيرو ركش وتجيبوا لي. الله يبارك فيك.
لا لا ما فما حتى مشكل. اخر وفد وصل ليه 3 ايام وكلمونا بالتليفون وما عندنا حتى مشكله والناس كل فرحانين. دونك فوالا انت تعرف مرحبا بك. هيا بسلامة. عايشك يا حاجة. عايش عايش امي. عايشك خوي خطو عزيزة. عارف حاجته ايه؟ عنده حاجة باهية ليا يظهر لي. حتى انا خززت هنا يا صاحبي. ان شاء الله حويجه فيها لنثة صاحبي. من ناحية لنثة فيها انت غير انت قد روحك بركة وبيضين وجوه. دلول 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 بحتح يا زينة عاد. هاني قدامك كم فضنية كان تهبط مني حاجة هزة. لا لا منيش لوج على صارف فين. مال علاش تلوج في بالي بيك؟ عندك حثيلة مخبيتها سلفهم لي. مني وليدك حثيلة وانت وريتها الحثيلة تركز لي في دبشي وراسك خاتين. دخلت عندي خلاي باش نحطهم البابا وسيعوا علي. انا حليت الكلاس وريحه الفلوس ضربتني في خشمي. ورحمه بابا لو كنت مس منهم فرنك تشوف شنو نعمل لك. سنين باش حصلتهم باش نشري مقياس من دون نسال كل عريانه قطعة ذهب ما نتكسبهاش. مع السلامه. اهلا به. سلفهم لي على عام على عام. به ايش باش تعمل بهم؟ به من الاخر امي دبرت ماشيه لفرنسا مضمونه ما فيها حتى ريسك شويه عاد اما غاليه شوي. ايش قلت انا باش نعطيك الفلوس اللي كنتي باش تمشي لفرنسا وانا شنبني منها فرنسا ومزلت انا فرنسا نعتها الجنب. بوك بعت عليه ذهبي باش يمشي ونوليو عباد كيف الناس. باهي باهي قص علينا نزيع تاو مش لازم. وين ماشي؟ شق الخلاق. اسمع النبى عليك البارح سطرت عليك مع بوك اليوم تدبر راسك معاه. حيت حيت تعال لونكم على هالعيش الكلبه. أهلا بيك. ألو أدخل الحاف الحومل. ميت غي وينك فريد؟ ودي هات يوم مخرج من الدار برب العزوز متاعك تلوج عليك قريب تهبط فيك برقية التفتيش. شوف صاحبي أنا عملت اللي عليا وهي إذا حشتها بيا تحك أجنبها. تسخيني مشتاق زينها أنا. أما هي مشتاقة زينك فريد. هي المشتاق يكح. هاي برا برا بدل دبش كوين نخرج من مصر ولا خليتهم يسخفوا زوز كي كنت سلعزي. اغزر لي وجهي هذايا ما عادش تشوفه الا ما تبيض لي كفي. مش قالت باش تخلص عام كراه يفينا ولا كلام ليه مدهم الزب. يا خويا امورك دبر راسك معاه اعطيني مفتاح الدار. شبيك يا منير انا قلت لها راه الملاك خرجني من الدار خاطر ما خلصتش الكراه مش طلعني كذاب توا. شنو هو اللوم؟ ما تنساش اللي نخلص معاك في الكراه راه. يا منير يهديك شبيك اخي اول مره نعملوا السيناريو هذايا. اعطاكش ربي شويه صبر برا امشي هز صاحبتك كسر معاه في البواط حتى لي نلقى حل مع العزوز. يا تصيب يا تخيب وتعرفني ما ننساكش ساعه. يا عاد ماهو كي امريكا